ديالنا، وكان اخرها جلسه اكتوبر حول الحمايه الاجتماعيه والتعميم ديالها لفئه الهشه، فاذا بهاد الناس هادو كيعملوها عرض الحائط. عيطنا لومبيلونس، عيطنا لومبيلونس. اولا حنا اليوم واقفين هاد الوقفه هنا اللي هي وقفه انا اعتبرها شخصيا سابقه وتاريخيه، من بعد ما دزنا في عده حوارات في وزاره الصحه ولكن ما توصلنا حتى لشي حل مع هاد الناس. هاد الناس كيتماطلوا علينا، وخصوصا عندنا جوج ديال المراسيم ديال الزياده في الايرادات ديال حوادث الشغل والامراض المهنيه، عندنا 2013 و2018 2023 ولحد الان كتعرفوا المستوى المعيشي فين وصل والنيفو دفي فين طلع، ولكن هاد الناس ما كيستجبوش للضحايا اللي كيتقاضوا واحد الايراد اللي هو هزيل، هزيل جدا جدا. ومني كنقول هزيل اعي ما اقول واعرف ما اقول واحس بما اقول، وكنتمنى من الناس ديال اللي كيمسؤولين على هذا الملف باش يسرعوا للناس بهذه الزياده في الايراد ديالهم باش يتحسن شويه الظروف ديالهم المعيشيه، لان كتعاني وكتعاني في صمت. وهاد الناس راه يعني جميع الفئات الاجتماعيه تقاضت التعويضات ديالها. هذا امر من صاحب جلال الملك السيدي محمد محمد السادس نصره الله اللي عطى اوامر ديالو الا هذه الفئه، رغم حنا لا كنتميو للحمايه الاجتماعيه، فحنا كيقصيو فينا ما عرفناش هاد الناس اش بغاو ولا اش باغيين يوصلوا معنا. وهاد الناس راه كما قلت لك الاخ راه كي يعني كاين واحد الايراد اللي هو هزيل جدا، راه كاين اللي كيدير غير ليكوش، كاين اللي ما كيقدوش في الدواء، كاين اللي الناس عندهم امراض نفسيه، الجانب النفسي اكثر من ما هو يعني اللي اكثر من هذه المطالب اللي كنطلبوا حنايا، ونتمناو الخير وعاش الملك. اليوم ان شاء الله بعد معاناه ديال السنه وحنا في الحوار مع وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه بدون فائده، تقريبا سنه وحنا في طلوع الهبوط عليهم على ود المراسيم ديالنا، جوج ايرادات اللي كنسالوا 2018 2013 2018 و 2018 2023. انا ما فهمتش هذا السيد الوزير هذا شنو هو الاشكال اللي عنده مع الطبقه هذه، ما فهمتش انا المشكل اللي عنده مع الطبقه هذه. راه لا حول ولا قوه الا بالله، راه معنا هنا ضحايا راه ما يقدروش يفوتوا اربعه ديال السوايع، معنا هنا ضحايا اللي كلهم دايرين عليه كوش، راه لا حول ولا قوه الا بالله. عطينا رزقنا خلينا نشوف حالنا، ما كنطالبوا حتى شي حاجه، هذا راه الواجب ديالو خصو يعطينا رزقنا، راه عام وحنا في طلوع هبوط معاهم. هاد الوقفه درناها باش نطالبوا باسراع باخراج المراسيم زياده في الايراد اللي كيخولها لنا القانون والظهير الشريف، وهاد الناس هادو مع يعني وزاره الوصيه ما خرجاتوش منذ 2013، يعني من 2013 ل 2024 باقي ما كاين والو، ولهذا كنطالبوا وزير الصحه بما انه هو الوصي على هاد القطاع انه يسرع باصدار هاد المراسيم، لان الضحايا في امس الحاجه ليهم، والضحايا ما عندهمش الجهد ديال الصحه باش يجيو يوقفوا هاد الوقفه هذه. كنمثل راجلي واللي كان ضحيه، هو ناعس ما كيوقف ما والو، وتيشرب غير الدواء، وتنجي دابا على ود باش نستافدوا باش تلقوا لينا المرسوم ديالنا، نلقاو باش نشريو الدواء، والمعيشه غاليه، وراه دابا حاليا راه كلشي غالي عواشر هادو، وجينا على ود المرسوم. احنا ما جيناش نديروا الشراب، ما جيناش نديروا الارهاب، ما جيناش جينا غير على حقنا، حنا راه كنطلبوا غير حق ديالنا وحق ديال كلشي المواطنين، والله يهدي السي الوزير باش يجي يحاورنا باش نخرجوا من هاد الشمش، راه الناس مكرفصين. وتنحيوا بزاف صاحب جلاله الله ينصروا لنا والله يخليه لينا. هاد الوقفه كنطلبوا زياده في الايراد، وكنطلبوا المراسيم ديالنا يعطوهم لينا، وحنا راه جوج وحنا راه ضحايا، راه شي جوج مرات وحنا جينا لهنا كنطلبوا منهم حقوق ديالنا. انا كنهضر صفات راجل، جوج مراسيم شدوهم لينا وتنطلبوهم باش يخرجوهم، راه غير ديالنا اللي ما خرجوش، راه كاع اللي داروا لي ضرب راه خداو حقهم، حنا درناه وعاود درناه شي ما شديناه، وكنطلبوهم وتنطلبوا الله وكنطلبوهم يجيو يتحاوروا معنا السي الوزير، وكنطلبوا من صاحب الجلال يطبي لنا الطلب ديالنا الله يخليه لنا والله ينصرو وينصر الاسره الملكيه باسرها. المطالب كنطالبوا بالامراض المهنيه، بالحقوق ديالنا، بالمراسم، بالتعويضات ب 20% السابقه، راه الاغلبيه ديال الناس ما دايناهاش تاع 2018 2019، وحنا كان نادي وكنوصلوا الميساج
الكلمه ديالنا لوزير الصحه والحمايه الاجتماعيه لانه يرد البال. راه حنا غادي نستمروا في العمليه وغادي تكون حاجه لا يحمد عقباها. وعاش الملك. نحن وطنيين ماشي ارهابيين، كنطالبوا بحقنا. راه لا استسلام ولا تنازل، حب من احب وكره من كره.